وي مولو وقت مو معلوم رسبوني في الفحص لا طلعت مقصوصة. انا قايل لك لا تجيب تصدير. لكن اقول لك هزها يوم ديك المرة جاي انك صوب كريات وقفني رجال كبير مرة بايشتريها مو مصرمة ببيعة. نو تاي والله نو تاي عمي مو تفحص ضمان من وكالة سيارة مقصوصة. ما مقصوصة مقصوصة عمي تضحك علينا. ما انا عمي بس عطوني فلوس انا ماري لي سيارة. عمي خلاص سيارة مسروقة ما زي هذه ما مسروقة بس مقصوصة. رجع فلوس والله. حرقكم مرسان عشوها ان شاء الله. حرقكم ان شاء الله.